كيفية تشغيل الأموال سواء بالدينار العراقي أو بالدولار. التشغيل يصير واحد مضاربة، عقد مضاربة يسوي، إذا يريد يشغل فلوسه بالتجارة يسوي عقد مضاربة. شنو عقد المضاربة؟ يعني أنت عند I used to live my life a quarter mile at a time. But things changed. My father now. I will always be in your heart. Little Brian, I have a gift for you. Your daddy gave me this. Now I'm gonna give it to you. It's very special. It's for protection. From what's coming. هذا قرض. إذا أعطيته 10 ملايين وقلت له أقرضتك 10 ملايين على أن تؤدي 11 مليون هذا قرض ربوي. My parents were from different worlds. ما الآن يعني متعارف بالسوق انه شخص يبيع ورقه 100 دولار